أثناء قراءة الأخبار في إذاعة العيون. معايا هون هذا صحفي خريج معهد العالي للصحافة ومن الصحراء، هو اسمه الطاهر النفلالي. ايه يا اخي الايام تلك الايام هذه احنا مع الجيش، احنا ذيك الساعة الخدمة كامل مع الجيش، موفرين الاتصالات المواصلات والاتصالات وغير. شوف هاي الجيب القدامي، شوف انتين هذا. مرحبا بكم، جزاكم الله خيرا. وعلى كل حال كلمة لا بد من الإشارة إليها هو أن الصحافة هذه اللي انتم في الموقع ديالكم موقع جيد ونتبعوه، أنا من الناس اللي تبعوه نظرا لأهمية ما يقدم من مواد، فكان لها دور كبير في الرفع من الإعلام في المغرب. أنا اسمي ماء العينين هيبة أحمد، إلا زدتها ماء العينين أخرى ما فيها بأس، يعني أنا اسمي ماء العينين مسمي على الشيخ ماء العينين جدي. إذا لقيت ماء العينين، ماء العينين راهي هي، ولقيت ماء العينين هيبة أحمد، هيبة أحمد هو الوليد الله يرحمه. وبالمناسبة أنا ذكرت الوليد، الوليد قال له أحمد الهيبة، والشيخ مربيه ربه والشيخ الشيخ ماء العينين سكن في الرباط من سنة 1956 مع الاستقلال، وتم فيه إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عليه. أنا خلاقة في تيرس. تيرس هذه منطقة من منطقة جهة وادي الذهب اللي هي المنطقة الجنوبية في المغرب. وأوسرد هو المكان اللي زاد فيه، ترعرعت فيه، درست فيه القرآن على يد جداتي الله يرحمها خرجة من تباباها والوالدة وبعض الخالات، لأنه يعني الناس كاملة عندنا حافظ القرآن وعرفته. عقب ذاك انتقلنا للعرقوب. العرقوب هذا منطقة يعني مصب أرضي، لو بغينا نقولوا شلخة بكلام بيوان، قيس الخليج وادي الذهب وساحل الخليج الداخل تتراءى لنا من بعيد، وأنا ما نعرفها عرفتها من بعد. وهذا العرقوب هو اللي درست فيه تتمة القرآن، وبالتالي كنا نقرأه في المحضرة من قبل الفجر صباحا كل يوم إلى التاسعة، باستثناء يوم الخميس ما نقرأه، إلى التاسعة صباحا. نقصوا قسم فم على شكل اللي بغينا نقولوا براكة، يعني قسم معدل بشكل والله هذا اللكوخ، كانوا يقرون فيه إسبانيا، وإحنا طبعا خلاقة تحت الاستعمار الإسباني. نعم تأكيد 52 نعم. كانوا يعلمونا هما إسبانيا، كان يقرينا واحد سارخنتو. سارخنتو هو ضابط صف، يعني بغينا نقولوا سيرجون لسيرجون شيف، هذا عرفناه فيما بعد. كان دائما يجينا لبس لباس مدني، وحنا نعتقد ما نميزه، ولكن لباس العسكر نعرفه، هو يجي وشاكنا عنه لا مدني. كان يقرون لا خريطة اسبانيا، لا مابا اسبانيا، وحدود اسبانيا باقي حافظ منها فقرة، اسبانيا ليميتا نورتي كون المار كانتادريكو لو مونتي بيرينيو كسبارنا فرانسيا، كي هذا جملة واحد افراز فيها جمع خريطة إسبانيا بما فيها المار كانتابريك هو البحر اللي، لأن إسبانيا عندها ذاك البحر المانش اللي قيس إنجلترا بين هي وهذا، عندهم عليه شط هذا فيه منطقة الباسك هذيك، وفيه جبال بيرينيو لو مونتي بيرينيو كيسيبارنا فرانسيا، هذوك لو مونتي بيرينيو يفصلوا بين إسبانيا وفرنسا. هذا كانوا قرونا فقط خريطة إسبانيا، خريطة الولايات الإسبانية والله الجهات اللي بغينا نقوله بالالوان حاجه اللي ما ننساها، وبطريقه مشوقه يعني تركت هذا، واللغه الاسبانيه. وبالتالي ذاك القسم فيه صليب كبير معدل من العود من الخشب، وفيه انسان يعني شكل انسان احنا ما عرفنا ذاك الشيء، ومهيش كي اللي مدقوقين يديه في ذاك الخشب وهذا، ولابس غير شويه من هون من هذا تحت السره، وقلنا هذاك راه هو خيسوس، هو مولانا حاشا هو الرب. وكانوا يجونا فيه وحدات راهبات وراهب، اثنتين راهبات ما ننسى يلبسوا الابيض ولباسهم قاض تحت الى نص الساق، ودايرين رويه كي طرابيش على رويصاتهم على رؤوسهم، تعب مولانا منهم لا خارق مولانا. وهذاك الراهب يلبس لك حل، هو واحد يلبس لك حل، وعنده هويشه من هون مجموعه ومعلق صليب كبير، وذوك الراهبات صليبه هو اللي داير، ما هو كي صليبه هماتي، هو صليبه كبير هماتي، صليب من دايرين ابيض يبرق كلهم على هذا، ويتهلاو فينا ويجيبونا كراميلوس وشوكولاتة واشياء هذا، ويرغبونا في هذا ويقولوا لنا كلام زين ياك ما واجهك، ودائما هذا. وفي راس السنه الميلاديه يجيبونا الريس،
هي توزيع الهدايا والحلويات وداك الشيء، وعاطينا واحد العنايه اللي تجعلك ترغب في التعامل معهم. على ذكر والديك ما كانوش كيحذروكم ولا ينبهوكم من هذا التعليم الديني المسيحي؟ شوف الناس خايفه، الناس خايفه، ما تقد تعارض الاستعمار. عندهم شي قالوا الترسيو هذاك اللفيف الاجنبي، هذاك اللي في النوع من العسكر يعني يبطش في العباد بطشن، جايبينهم لا هذاك الشيء. وعدلتهم اسبانيا فرانكو في عام ال فرانسيسكو فرانكو، هو كبر ديكتاتور كان ديك الساعه عقب هتلر، كان مكون ذاك الترسيو ليخيوناريو ينقال له، يعني اللفيف الاجنبي لحمايه الاسبان ما وراء البحار. وحنا من المناطق المستعمره اللي استعملوا معنا الترغيب والترهيب، والناس خايفه منهم، وزايدوا الناس ما يبغوا يقربوا منهم لانهم عارفين عنهم ما هم مسلمين، هم يمارسوا البطش. يمارسوا البطش ايه، ولا 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 ضربك واحد منهم ولا شي حاجه نقولوا احنا نضحك حلوف، ما صافي ما من غتشكي. في سن 13 سنه يعني بالضبط في 1965 انتقلتي للرباط. ايه كنا ساكنين بلادين قالها تينيكير، والتينيكير هذه واحد منخفض من الارض راهو شرق بين العرقوب وقرقر، مرتفعات قرقر هذه المشهوره، كان واحد منخفض من الارض تحت مستوى الارض طويل، هو كي نقولوا واد والله وادي، وسبحان الله من بعد جبروا فيه الماء صالح للزراعه، راهو الان كيزرعوا فيه ذيك واحد المنتجات زراعيه جيده جدا. كنا فم نازلين لان احنا كنا بدو ورحل نتبعوا المرعى وتواجد نقاط المياه، وذيك السنه كانت ربما احسن، انا باقي عاقل كان في الربيع شي نتخايلوا، وجاني مربيه ربو، مربيه ربو خويا الكبير، قال له ما العينين مربيه ربو. هو اللي كان مؤخرا في الديوان ديال وزير الإعلام. كان في الديوان وزير الإعلام، وكان عنده مسؤوليات في وزارة الإعلام. وهو غادي نرجعوا ليه إن شاء الله في أيه بعد الله كمويل. الله راسلوا الوالد من الرباط، والرباط والوالدي كان يسكن في بطانة، في سلا بطانة ديال الأقواس. حتى دون تابريك تحت تابريك شويه يعني معروفه، كان ساكن فم من 56 هو ساكن، حتى توفى عقب عاد في حي السلام ورا ذاك شويه. جاني هو راسل الوالد وجا الوالده قالها اليوم ربي رب، قال لها راني راسلني احمد الهيبه الله يرحمه باش فلان يمشي معايا يقرا. قالت له والله، قال انا ما قال من بعد بلغوني قراوا لي مربي رب وجا باش يمشي بك للرباط تقرا. عجبني الحال، علاش عجبني الحال؟ يعني احنا صبيه صغار تفكيرنا محدود، لين نمشي لبلايده فيها الوتات وفيها الديار وفيها هذا، احنا بلادي كنشوف غير جبل غير الجمال والغنم والله حمار والله ذنين القربره في دين قايسين الحاسي، وحياتنا بسيطه، لين ننتقل لعالم زين. فرحت مشيت معاه، منين مشيت معاه جينا للرباط طبعا مرورا بالعيون والطرفايه والطنطان والاقليميم ورينا بهم. جيت الرباط دخلت 13 سنة ايه صغير، دخلت دخلت دخلني الوالد مؤسسة مدارس محمد الخامس، كانت من أكبر المدارس التعليم الأصيل في الرباط، وراه باب شالة في الرباط. من هكا دخل جيت السويقة والكزا وذاك الشيء، دخلوني فيها. وهذيك المدرسة بين قوسين سابق نقول لك كان مديرها المرحوم عثمان جوريو. عثمان جوريو هذا شخصية بارزة في ميدان الجهاد والدفاع عن وحدة المغرب واستقلال المغرب، وهو من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944، ورقمه في لائحة ذوك المطالبين بالاستقلال رقمه 60 في اللائحة، رقمه هو 60 عثمان جوريو، وكان مولي صديق الوالد، والقاسم المشترك بينه هو الوالد هي الوطنية. واحد جوريو هو واحد من أهل الرباط، أنا نعرفه من الرباط، يقعد من فاس هذا غير هو، وعالم. والدي أنا جاي من إله، جاي من جيت واد الذهب، ولكن كان ذاك الوطنية اللي جمع الناس كاملة، وكانوا أصدقاء وهذا، وزايدون احنا قرينا عندنا المنحة معنا حتى المغرب، معنا الدولة المغربية. انا وكل الطلبه اللي الشباب اللي يجوا من الجنوب يجوا من منطقه واد نون طبعا قليميم وطنطان وغيرها ويفني والساقه الحمراء واد الذهب، كاملين ممنوحين على نفقه الدوله الاكل والشرب، وفي الصيف يعطونا مبالغ ماليه. خالد الساعه وزاره معادلتها الدوله قالها وزاره شؤون الصحراء،
وكان والدي الله يرحمه هو مدير مكتبها، راي كانت في حسان في الرباط، اللي يعرف الرباط في الجهة اللي ما يبعد منها دار سي محمد مدوش الله يذكره بخير، مزنا إلا مرة عليه الحديث نتكلم عليه شوي. وكانت الأمور ماشية مزيان، وكانوا معنا حتى طلبة أفارقة وموريتانيين وعندهم امتيازات، عندهم يقبضوا الفضة في الصيف ويشوفوا بسوالهم ويسلموا عليهم، وعندهم لانترنا يعني الأكل والشرب وهذا كل شيء هذا.